خلينا مساك الله بخير. هلا وسهلا. زين يا ضاري. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شغلوا لهم السبيكرات يا شباب خليهم يسمعون. أولا يا شباب الفترة الحالية للأسف يعني صار فيه منكم أخطاء لا تغتفر أبدا، مش أخطاء اللي في البرنامج ولا الجوالات اللي قدامي الآن ولا الهروب اللي صار ولا الأشياء هذه، لا لا، هذه أخطاء تصير في برامج ويتم المعاقبة عليها وتنتهي، سواء عاد بمغادرة الأشخاص أو للبرايم أو للخصم، لكن فيها أخطاء ما تغتفر نهائيا، وهو لما الشخص يطلع أمام الناس ويتجاوز على زملائه ويتكلم عليهم ويبيعهم قدام الناس، هذا يطلع من الخطأ إلى مرحلة، مع أن والله ما ودي أقولها، بس إلى مرحلة العيب. هذا خويك وزميلك، إذا أنت تطلع قدام الناس بهذا الشكل المهزوز وتتوقع أنك بتحصل على جمهور ولا بتحصل على شو ولا بتحصل على أكشن، فشوف وش في المقابل أنت، وش خسرت؟ خسرت شيء عظيم. أول ما خسرت نفسك أنت، شلون أطلع قدام الناس وأتكلم عن زملائي فلان وفلان وأقول هذا لا فيهم وهذا لا فيهم؟ شلون يا أخي؟ خل البرنامج على جنب وخل القناة على جنب. أنا خويك ورفيقك معك ولنا الحين 75 يوم، شلون تطلع قدام الناس وتتكلم عني وتتجاوز علي بهالشكل هذا؟ حتى لو كنت أنا سيء، غلط اللي أنت تسويه، غلط على نفسك أنت. كلامك عاد صدق ولا ما صدق هذا أمر ثاني، لكن أنت جالس تخطي على نفسك. يا أخي بيني وبينك شيء تحت الهواء بسولف أنا وياك، لكن ما يأخذونكم ذا الإعلاميين محتوى لهم، وأنتم تتوقعونكم كذا أنتم بتنجحون، لا غلط. في نسخ قبلكم نجحت بأخوتها وبصداقتهم وبدعمهم البعض، أهم ما في النسخة احترامهم وأخلاقهم اللي بينهم بين. متى ما فقدت هذه الأمور والله لو إنهم نجوم راح ينظر لهم نظرة إنه يا أخوي هذا الشخص تكلم على أخوياه وباع أخوياه. ترى أمر طبيعي جدا، أنتم مجموعة شباب ومن دول ومن وخمسة وسبعين يوم مع بعض، لازم تصير هالمشاكل. أنا برضو أشرح على كبار السن اللي معكم، وين دوركم أنتم في الموضوع؟ ما راح أخلي زميلي محتوى الناس، مستحيل اني اسمح له بهالامر. يا اخوي تعال، تربيتك انت من اسره ومن قبيله معروفه، ما راح اسمح لك تغلط على نفسك انت، الغلط هذا على نفسك انت مو على الناس، انك تطلع بهالشكل قدام الناس. المذيع ينجح فقرته ويمشي، وفي الاخير انت اللي بكره الارشيف هذا عليك، يقول كيف فلان متسابق ينعرفه، هذا اللي تكلم على زملائه وتجاوز عليهم. حتى لو كان مع حق يا شباب، في زعل بينك وبين خويك ولا في شيء من الأمور، خلصوها تحت الهواء مو بقدام الناس. واللي ضحك عليكم وقال هذا شو وهذا أكشن، عز الله أنا ما أعطك من نصيحة صحيحة، هذا عيب عليك وراح يسجل عليك. متى سمعنا أن الشخص يتكلم على زملائه ولا أخوياه؟ متى؟ وشو علشانه؟ هذا ما يملكم يا أخي. أنا أقدر أنجح ونجم وأصير نجم من الدرجة الأولى، بس ما تكلم على أخويا وزملائي،
يا اخوي خلني اطلع في البرايم الاول، يا اخوي خلني خل في عندي متابعين 10,000 ما عندي مشكله، بس على عز ومعزه يا اخي. اما اجي انا ابيع زملائي وابيع اتكلم الان غلط. كل شخص عنده مشاكل وعنده اسرار عمل وعنده مشاكل مع زملائه ومشاكل مع عمله طبيعي جدا، لكن مو طبيعي اني انا اتصدر بها في الاعلام. كل ما جاء لقاء قاعد تتكلم فيها قدام الناس، لا غلط. انت بكره بعد بتطلع يستضيفونك قنوات، تقعد تسولف عن زملائك وتسولف عن القناه وتسولف عن الناس اللي فيها بهالشكل. يا اخي انا ما جيتهم وجلست على كرسي التصفيات وجلست معهم هالايام الا انا عارف تربيتي، انا مهما صار لي منهم مستحيل اني بتكلم قدام الناس، ولا راح اسمع كلام اي شخص يقول ترى هذا اكشن وشو ممكن تاخذ منه جمهور. الجمهور اللي انت الان حصلت عليه ترى جمهور هش جدا، مثل ما كسبتهم بهالطريقه راح تخسرهم بهالطريقه. ترى هم اول من يبيعك هالجمهور لانهم عارفينك ولا راح يثقون فيك. ترى ما بني على باطل فهو باطل يا شباب، خذوها من الان. اذا انت ما انت بنجم وشخصيه قويه وكاريزما لك حضورك على الهواء، والله لو تجيني بمشاكل الدنيا ضوء اعلامي وقتي وينتهي. تجي الناس تركز بس على وش راح تقول وش المشاكل اللي راح تقولها، وبعدها الناس اللي يتابعونكم اكثر الناس اللي ما تثق فيك، حتى جمهورك ما يثق فيك، مجلس الاداره ما يثق فيك، القناه ما تثق فيك، القنوات الثانيه ما تثق فيك. عندنا اسرار، لنا انا عندي اسرار مع مجلس الاداره في قناه الواقع وقبلها القنوات الثانيه، وعندي اسرار مع الاداره الحاليه والاداره السابقه واللي قبلها، عندنا اسرار. لكن تربيتنا ما تسمح لنا نتكلم عنها نهائيا. ناس جمعتنا فيهم محبه وصداقه وعمل مستحيل اني بتكلم عليهم مهما كان. لكن في بعض الناس نعذرهم لصغر سنهم وضعف تجربتهم. لكن من المعيب يا شباب، من المعيب اني اتكلم عن زميلي حتى لو كان سيء، فكيف عدوه هو من افضل الناس الموجودين؟ حتى لو كان سيء من المعيب اني اتكلم عليه. في شيء بيني وبين محمد ناصر بقول له يا محمد تعال، ترى كنت اخطيت علي في الكلام الفلاني، ترى كنت سويت، ترى كنت خلني اسولف انا تحت الهواء ونخلص امورنا. احنا نسولف تحت الهواء مع مجلس الاداره، نسولف مع الاداره، نسولف مع كل الاشخاص الموجودين، مع زملائنا الاعلاميين اذا حصلنا ملاحظات. لكن انتم للاسف فاهمين الشو والاكشن غلط. ما في مشكله يعني يا اخي، في مقالب، في امور تقدر تصنع نفسك فيها، في مبادرات، في حضور موفق فيه، لكن اقل شيء اذا غادرت القناه ما يجينا الجمهور بكره يكتب لي يقول لك يا اخي فلان هذا اللي باع اخوياه، ما يكتبها. وكلا والله فلان هذا كان على الشاشه استفدنا منه، خصوصا عدنا نصدر لكم قدوات. لازم يا شباب نراعي هالامور، ترى الشهره سلاح ذو حدين. بعض الناس تعميه الشهرة عن حتى مبادئه، تعميه الشهرة عن أشياء المفروض أنه ما يتجاوزها. والشهرة يعني مهما كانت ما تسوى أنك تفرط فيها الأمور الأساسية اللي عندك. وأنا قلتها وأكررها، أنا شرهتي على كبار السن اللي معكم والناس اللي فاهمة الإعلام والناس اللي عندها أقل شيء لو خبرة 50%، ما راح أرضى الزملاء يطلعوا بهالشكل. اتكلم معهم تعالوا يا شباب بينكم شيء خلصه تحت الهواء، لكن لا تطلع لي قدام الناس تسيء لنفسك انت، ما تسيء للناس الثانيه. انا ما ودي ان الكلام هذا نطلع على الهواء، لكن تعبنا ولا نكتم الصوت، ما عاد نكتب الصوت خلاص. اي شيء في خاطرنا نقوله لكم.